بسم الله الرحمن الرحيم. الخليفي الإدريسي بدر الدين، مقرر غرفة التجارة والصناعة والخدمات. اليوم كان لنا موعد مع دورة أكتوبر لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، الدورة الأولى بعد دورة انتخاب الرئيس والمكتب، أي دورة للاشتغال على جدول أعمال يخص سيرورة الأشغال داخل الغرفة. كما لاحظتم كان هناك جدول أعمال جد غني ما يزيد على 10 نقاط، منها كمسائل عادية التي تبت فيها الغرفة أو الهيئات المنتخبة على التراب الجهة. كان لنا موعد مع التصويت على محضر دورة السابقة للمكتب أو الجمعية العامة المنتهية ولايتها. كان لنا كذلك على غرار باقي المؤسسات الدستورية المنتخبة، كان لنا موعد مع التصويت على النظام الداخلي للغرفة، ومتضمنا مجموعة من اللجان بإضافة اللجان الدائمة، وهناك بعض النقط التي أدرجت تم تداولها ومناقشاتها بكل هدوء وبكل تمعن، وفي الأخير رفعت إلى السدة العالية بالله برقية الولاء إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده. نتمنى أن تكون بداية إن شاء الله مشرفة وبداية منتجة لغرفتنا الجهوية، ونتمنى التوفيق لجميع المؤسسات المنتخبة على صعيد جهتنا العزيزة سوس مسا. إذا كنت من متابعين الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.